قاضي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للجمهور الكريم أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك مساء يوم السبت ليلة الأحد الموافق للرابع والعشرين من يونيو، وذلك لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال. لذا تدعو الهيئة الجمهور الكريم ممن لديه شهادة تتعلق بالرؤية أن يتقدم مشكورا للهيئة ليدلي بشهادته.